والعراقيين من جميع أنحاء البلاد أجواء زيارة العاشر من محرم ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. مراسل الرشيد قال إن حشودا غفيرة توافدت إلى مدينة كربلاء لإحياء مراسم عاشوراء وسط انتشار المواكب الخدمية للزائرين لإقامة الشعائر الحسينية وتقديم المأكل والمشرب للقادمين صوب المحافظة. جدد زعيم التيار الصدري رفضه لمبايعة الفساد بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام. الصدر قال في تغريدة له إن تالله لا يحكم فينا الفاسد ومثلي لا يبايع الفساد فلا من ناصر ينصرنا. يشار إلى أن موقف الصدر هذا قد جاء بعد ساعات على رفض رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة إلا بعد عودة المجلس إلى الانعقاد بشكل طبيعي. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن ملحمة عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام منهاج هداية لكل الساعين إلى الحرية والكرامة ومقاومة الظلم والاستبداد. الحلبوسي قال في تغريدة عبر تويتر: نتقدم بالتعازي إلى الشعب العراقي والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، مضيفا أن ملحمة عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين في كربلاء ستبقى بكل ما تحمله من معان وعبر إنسانية منهاج هداية لكل الساعين إلى الحرية والكرامة ومقاومة الظلم والاستبداد. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجه في وقت سابق الوزارات كافة بتقديم الدعم لمحافظتي النجف وكربلاء. مكتب محافظ كربلاء صيف الخطاب قال في بيانه إن الكاظمي اطمأن في اتصال هاتفي مع الخطاب على سير الخطط الأمنية والخدمية لزيارة العاشر من محرم الحرم. وأكد الكاظمي بحسب البيان على توجيهه كافة الوزارات والمؤسسات الاتحادية بتقديم كل الدعم والإسناد إلى المؤسسات الأمنية والخدمية في المحافظة ورصد كافة الإمكانيات في سبيل تقديم الخدمات إلى زوار عاشوراء في كربلاء المقدسة. باشرت وزارة النقل بتوفير عدد من عجلات الباصات لنقل الزائرين على محاور كربلاء الثلاث. وكيل وزير النقل حازم الحفاظي قال في تصريح للرشيد إن وزارته شرعت بتوفير أكثر من 250 باص على محور بغداد كربلاء لنقل الزائرين من وإلى المحافظة، مؤكدا أن خطة النقل تسير بانسيابية مع جهد كبير واستثنائي تبذله تشكيلات الوزارة لضمان وصول الزائرين. نحن الآن في محور كربلاء المقدسة بغداد. تشكيل النقل المسافرين والوفود هو التشكيل المعني بنقل الزائرين في هذا المكان. هناك أكثر من 250 باص في هذا المكان تقوم بنقل الزائرين الكرام. تزداد هذا ممكن زيادة هذه الباصات حسب الذروة وبلوغ الذروة. هناك مجموعة من الباصات موجودة في الخزن، بالتأكيد يوجد هناك محور كربلاء المقدسة بابل أيضا تشترك، هناك اشتراك لجهد الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بأكثر من 150 باص، وأيضا محور كربلاء المقدسة النجف الأشرف. النقل الخاص هو الشركة أو التشكيل المحدد والمعني بنقل الزائرين في محور كربلاء المقدسة النجف. بالتأكيد هناك الخطة تتغير كلما وجدنا ميدانيا هناك حاجة لانتقال العجلات من هذا المحور إلى ذلك المحور، ومستمرين بالتواصل والزيارات الميدانية والتواجد الميداني بالتنسيق العالي مع الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة.
ايضا مع قياده عمليات بغداد تواصل تام وتواصل جيد لغرض التنسيق والتكامل في الخطه وانجاحها، اضافه للخدمات الامنيه اخواننا في القوات المسلحه الابطال باداره واشراف قياده عمليات كربلاء المقدسه تقوم بجهدها الطيب الجهد الوطني في حفظ امن الزائر، في ايضا مساعده التشكيلات التي تقدم الخدمه. نحن كوزاره نقل هناك تنسيق جيد وتواصل جيد مع تلك الجهات سواء خدميه او امنيه في المحافظه او في مركز الحكومه المركزيه في بغداد، وهناك سبق هذه الزياره لجان واجتماعات وتحاورات وتبادل اراء وتبادل خبرات ما بين المجتمعين لاجل ان نصل الى خدمه ممتازه وخدمه جيده تليق بالزائر الكريم. الخطه هذه السنه بالتنسيق مع المحافظه والقطاعات الامنيه تم زج 250 باص فعليا ضمن هذه الزياره. الخطه مثل ما تفضلت تميزت بالمرونه العاليه وعدم وضع خطه ثابته، مكان القطع متغير حسب كثافه الزوار من نقطه الى اخرى. في ساعات الذروه نزج بالباصات بشكل كبير جدا ونستغني عن السيارات الصغيره، السيارات الشخصيه تبقى فقط السيارات الخاصه بالشركه العامه والنقل الخاص والشركه العامه للمسافرين. لحد الان الانسيابيه عاليه حقيقه. احنا هذه الزياره تم مراعاه ان تصل السياره الى اقرب نقطه من الحرمين وبأعداد وافية وكافية لنقل كافة الزوار. تم وضع 200 باص احتياط لاستعمالها في ساعات الذروة مثل ما تفضلت تجنبا للمشاكل التي قد تحدث بعد صلاة الظهر بعد ركضة الطويريش، لأنه تبدأ الناس بالعودة إلى بيوتها. فتم تهيئة 200 باص احتياط في نقطة قريبة جدا زجها في هذه الساعة ساعات الذروة. كما وأعلنت الحكومة المحلية في العاصمة بغداد غلق جسر الأئمة بمناسبة ذكرى حلول العاشر من محرم الحرم. وذكر بيان صادر عن محافظة بغداد أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أجرى اتصالا هاتفيا مع المحافظ محمد جابر العطا للاطلاع على الخطط الأمنية والخدمية والإجراءات المتخذة. وبحسب البيان أكد محافظ بغداد أن الجهود الأمنية والخدمية مستنفرة بكل طاقاتها لتأمين مراسم الزيارة بالمستوى المطلوب، منوها بعدم وجود أي قطوعات أو غلق في الشوارع وجميعها مفتوحة باستثناء جسر الأئمة الذي تم إغلاقه. استذكرت أوساط شعبية في بغداد قصة ثورة الإمام الحسين عليه السلام مستلهمين كل معاني الإنسانية والانتصار الخالد ضد الظلم والفساد، حيث برزت دعوات إلى السير على نهج الإمام الحسين لتأدية رسالة الإصلاح. ثورة الإمام الحسين كيف يعني احنا نمشي على منهج الإمام الحسين بالإصلاح بالمودة بالمحبة، أنه نقف في وجه كل شيء يكون هو خطأ من خلال مفاصل حياتنا. إحنا اليوم إحنا للأسف الشديد نعيش معاناة ليس يعني إلى على فئة معينة، وإنما كل الفئات هي اليوم تعيش معاناة في هذا البلد. ونتمنى من الأخوة المسؤولين والمتصدين للعملية السياسية أن يراجعوا أنفسهم، أن يصلحوا ويقتدوا بالإمام الحسين سلام الله عليه، وهو قدوة حسن لنا ولهم لكي نعيش في أمن وأمان. مثل ثورة الحسين سلام الله عليه، هي توالمت وهي ذكرى أبو عبد الله الحسين، وإن شاء الله الشعب ينتفض قلب على قلب، لا كطائفية إن شاء الله بهاي السنة، إن شاء الله سنة اللوخ حكومة زينة وإصلاح إن شاء الله. إحنا مثل ما متكاتفين نروح زيارة، ومثل ما متكاتفين قاعدين نسوي مواكب، ومثل ما متكاتفين يعني هو إحنا كموكب وجماعة وهيجي، مثل ما ملتحمين بهاي الوقت بهذا الموكب وحبنا للآل البيت ونحبنا وطاعتنا رب العالمين، لازم يعني نتكاتف ونغير هاي الحكومة. مثل ما تواجدنا بالموكب هو تواجدنا لازم يكون تغيير هاي الحكومة، لأن فاشلة بمعنى الكلمة. هم قاعدين على سبلتات تارسة الخضراء، وإحنا هنا ناس عوائل على مبردة، ناس تيجي تلم خضورات تلفانة تاكلها. بداية عاشوراء هي بداية الحق ضد الظلم وانتصار المظلوم على الظالم، هي ثورة مثل ما انتصر بها الحسين
من أجل الحق، من أجل الرسالة، من أجل رفع كرامة الإنسان. واليوم هو عنوان هذا يمكن هو الانتصار، وعنوان هي نهاية هذه الأزمة، وهو عنوان حسيني وعاشورائي. على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة الملتهبة، إلا أنها لم تمنع الأطفال في محافظة ديقار من نصب مواكبهم لإحياء ذكرى العاشر من محرم الحرام. بإحساسي عشق لعيونك نبت، وانا ادر من احساس الشرياني شباكك حرز لجفوفي. من الاباء والاجداد توارث هؤلاء الاطفال خدمة الامام الحسين عليه السلام، فها هم ينشئون مواكب العزاء في شوارع المحافظة من يومياتهم البسيطة، وهم فرحين بذلك بغض النظر عن بساطتها، الا انها تعبر عن حبهم الكبير تجاه هذه القضية. ومن يعظم شعار الله فإنها من تقوى القلوب، عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بمصاب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. احنا منوعين للدنيا لقينا هن هنا يخدمون بالموكب وهاي، فاحنا شاركنا وياهم، بدأنا نجمع احنا والولد وشبابنا، نجمع على ألف ألفين عمود نسوي خدمة لأبا عبد الله. أول ما وعينا للدنيا لقينا آبائنا وأجدادنا مسوين هذا الموكب، وجاي نجمع حسا ألف ألفين من كل واحد، ونقدم خدمة لأبا عبد الله، وش ما نقدم قليل بحق أبا عبد الله الحسين. كما وتعتبر هذه الممارسات إيجابية لدى الصغار على وجه الخصوص، لأنها تساهم ببناء المجتمع وتحصينه من بعض التيارات الانحرافية التي تريد تخريب بنية المجتمع العراقي. هسعنا هذا موكبنا البسيط، جاء نجمع على ألف وألفين على مود نختم الحسين سلام الله عليه، نوزع شاي شربت كيك على مود نخدم الإمام الحسين. أنا أبو عبد الله الحسين ضحى بعائلته وضحى بأولاده وضحى كل شيء من أجلنا، من أجل أن نحن نسوي الدين. لوحة جميلة رسمت مع إطلالة شهر محرم الحرام، جامعة معاني الحب والوفاء والعطاء والرثاء التي اعتاد عليها الكبار والصغار في إحياء ذكرى عاشوراء. لقناة الرشيد الفضائية علي الهادي، ذيقار. مع حلول شهر محرم الحرام تنتشر المواكب الحسينية ومجالس العزاء على الطرق المؤدية إلى المقامات المقدسة في محافظة نينوى، استعدادا ليوم عاشوراء في ذكرى استشهاد سبط رسول الله الإمام الحسين عليه السلام. مع حلول شهر محرم الحرام تنتشر المواكب ومجالس العزاء الحسينية على امتداد الطرق المؤدية إلى المراقد والمقامات المقدسة في محافظة نينوى، استعدادا لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. نعزي صاحب العصر والزمان الإمام الحسين عليه السلام، هذا المناسبة الأليمة الفاجعة الذي تمر علينا كل الأيام وكل السنين، هو كل أيام هو أيام شهر عاشوراء، كل يوم هو كربلاء. فهذه الخدمات التي نقدمها حاليا كلها لبا أبا عبد الله الحسين، شيء بسيط جدا جدا، بسيط جدا للأبا عبد الله الحسين. والله لو قطعوا أيدينا وأرجلنا نأتيك زحفا يا حسين. بعد تحرير مدينة الموصل من عصابات داعش الإرهابية، بدأ سكانها إحياء مراسم عاشوراء والتحضير لها قرب المقامات والمراقد المقدسة، وتشارك في هذه الشعائر جميع المكونات في محافظة نينوى بعد أن فك الخناق عنها من سطوة الإرهاب الذي كان يمنع هذه الطقوس ويعاقب من يمارسها. مواكبنا مستمرة من يوم واحد محرم نباشر على هذا الشارع الرابط بين موصل وكركوك لحد يوم العاشر. الأشياء البسيطة نقدر نقدمها، كل ما نقدم نقطة من بحر الحسين، عطاء دائم وعطاء لكل الناس لكل البشرية، ما أجل لطائفة ولا جال لشيعة ولا للسنة،
إنما الحسين للإنسانية، الحسين لجميع البشر، لجميع العالم. أكثر من 500 موكب و200 مجلس عزاء تتوزع في محافظة نينوى استعدادا ليوم 10 من محرم، وبدأت في تقديم خدماتها منذ أول أيام الشهر الحرام، تتركز في سهل نينوى وداخل مدينة الموصل بجانبيها الأيمن والأيسر وقضائي تل العفر وسنجار. منذ أول أيام شهر محرم الحرام بدأنا في تسجيل المواكب الحسينية التي تقدم الثواب والعزاء للإمام الحسين عليه السلام. عدد المواكب أكثر من 500 موكب منتشرة في سهل نينوى والموصل وداخل مدينة الموصل. تتجسد رسالة الإمام الحسين عليه السلام في إحياء ذكرى استشهاده وما تحمله من عبر يستلهمها المسلمون، أهمها الوقوف بوجه الظلم والخروج لنصرة المستضعفين وإعلاء الحق على الباطل في كل مكان وزمان. أنس الشرق من الموصل، قناة الرشيد الفضائية. في الملف السياسي، أشار القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلال إلى عدم وجود رفض لمقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخاص بإجراء الانتخابات المبكرة. الهلال قال إن مقترح الصدر يحتاج إلى مجموعة إجراءات أولها الحوار والاتفاق مع الكتل حول هذه الخطوة، مشيرا إلى أن أهم فقرة لتنفيذ هذا المقترح هو تشكيل حكومة جديدة، فلا يمكن إجراء هذه العملية الانتخابية في ظل حكومة تصريف الأعمال اليومية. وأضاف الهلالي أن الإطار ما زال متمسكا بمرشحه محمد الشياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة. أكد عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني أن إجراء الانتخابات المبكرة يجب أن يكون عبر حكومة انتقالية بدل حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي، فيما أشار إلى أن تغيير المفوضية وقانونها وأعضائها يعد مطلبا رئيسا. الرديني قال إن ائتلافه مع تغيير الحكومة أو انتخاب حكومة جديدة، وهذا ما ذكره خلال مبادرته السابقة، مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة التي تقود عملية الانتخابات الجديدة لابد من أن تكون انتقالية لسنة أو سنة ونصف أو سنتين حسب اتفاق القوى السياسية. إلى ذلك أكد النائب المستقل الناظم الشبلي أن حل البرلمان يعني حل العملية السياسية الحالية ولن يتم قبل إجراء التعديلات الدستورية. الشبلي قال إنه سيتم العمل على إجراء التعديلات الدستورية التي تعطل تشكيل الحكومة بعد كل انتخابات، وهذا الإجراء هو لحماية العملية السياسية من خلال بعض الكتل ومنع التزمت بالقرارات التي لا يتضرر منها غير الشعب العراقي، مضيفا أن الفقرات التي سيتم التعديل عليها هي المادة 68 المعنية بالكتلة الأكبر، وأيضا مادة الثلث المعطل، وكذلك الثلثين لتحقيق نصاب التصويت على رئيس الحكومة. تراجع كبير بتجهيز الطاقة الكهربائية لمركز محافظة كربلاء وأقضيتها ونواحيها تسبب بمعاناة كبيرة لأبناء المدينة وزائرها، فعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة وتوافد الزائرين إليها، تشهد المدينة ترديا في واقع الكهرباء. مواطنون وأصحاب المواكب وزائرون عبروا للرشيد عن استيائهم وانتقادهم لوعود المسؤولين الكاذبة بحل أزمة الكهرباء المزمنة، إلا أنهم لم يلمسوا شيئا منها على أرض الواقع. احنا أهالي حي سومر قضاء الحور نعاني من مشكلة نتيجتها الفساد اللي دا يحصل من بعض الشركات، وفساد من اللي من ضمنها انه تلكؤ المشروع وبيعه الى اكثر من شركة وطفح المجاري، وهاي طبعا مشكلة المجاري أزلية راح تصير بحي سومر. احنا صار لنا ما يقارب اكثر من سنة هذا المشروع هيجي، المجاري كل 3 أيام 4 أيام تطفح، ونتيجتها الغلط بالمناسيب اللي سوتها الشركة، وحاليا دا يريدون يغطون على هاي المشكلة
بسحبها كل كم يوم، مجرد يريدون يبلطونها للمكان بس مجرد يغطونها ويعفوها ويروحون. فهاي المشكلة احنا ناشدنا واشتكينا بالناحية واشتكينا للمحافظة، بس لحد الآن ما حد سمع صوتنا ولا حد اجى. مجرد حلول ترقيعية، مجرد يريدوا يطلعون جسمه، المشروع كله أغلاط. اللي صار يعني بالأساس يعني الدوائر، احنا هو هذا، احنا صارنا 20 سنة نحكي بالفساد. هو هذا الطامة الكبرى اللي بالبلد، بكل بقعة من بقاع العراق هي لازم بها فساد. حينا هذا متأسس بالثمانين، الشارع الحولي هذا 20، آمنتوا بالله قلصتها البلدية، سوتها من 20 إلى 10. النوب هسه سوونا مشروع المجاري، سووا الحي، حي سومار، فتتفاوض علينا. احنا هسه صرنا يعني احنا مصيبة كارثة، يعني هاي البيوت اللي صايرة هنا محايدة بهاي النقرة، وشوفت هسه نشفت، هاي نشفت كانت واصلة للبيت، يعني والبيت ما يقدر يطلع، مرض مجاري هاي بعد هالوضع هذا، يعني اكو واحد تكرم يعيش بنص النقاسة من سلبي. إذن مشاهدين الكرام، نتوجه إلى صوب كربلاء حيث بدء مراسيم إحياء ذكرى ركضة طويريج، فإلى هناك. ركضت طويريج من يمحيها، والإمام المهدي يحضر بيها. حسين حسين يا حسين مولاه، حسين حسين يا حسين مولاه. أي ركضت طويريج توجه الفخر، للوفا والتضحية شبيها صور، ما يماثلها عزب كل الدغر، نور حاضرها بشمس ماضيها. حسين حسين يا حسين مولى، حسين حسين يا حسين مولى. أي منها صرخة ويا حسينا ترتفع، صرخة حتى العرش منها ينفجع، مستحيل الركضة هذه تمنع، الله يخذل كل من يعاديها. حسين حسين يا حسين مولى، حسين حسين يا حسين مولى. أي الهراير
الشفعة تبعن والنجوم ما يهمنا اللي عارضنا ويلوم يروي هذا الخبر عن بحر العلوم المهدي بيه دمعته يجريها حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى شافوا المهدي يهل دمعة العين وعلى راسه حي الطم بالدين مع الركضة يدخل الصحن الحسين وعلى جد صرخته يعليها حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى يذكر الصار وجرب طف كربلة والمصيبة قبالة تصبح ماثلة ذهنا يتصور فرار العائلة ويذكر شلون العدة توليها حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى أي بركضة الطوير يا جدي اجيت طفت شباكك بحسرات وبجيت مثل حنوك على العباس انحنيت حين طاح وهامتم هشميها حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى قعدت تعد راسك أرادف حسرتي سهم كبدك كان أهيسب كبدتي قمت أتصور زينب عمتي من عقب عيناك يا واليها حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى أي شلون من نوحي عليك أهجع وهي وانت يا جده محزوز الوريد ويمك ولادك علي الاكبر شهيد بالمواضع جثته مخزميها حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى اي يا سلوه الزهره الطاهره موقفك يا جدي جنت صوره شفت طفلك حين قطعة ومنحرة نبلة كانت بالسم مخليها حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى أي للخيم جبت وتكفت دمعتك عمتي زينب بلوعة لقتك وين عبد الله بدمعها نشدتك ظنتك سالم ترجع ليها حسين حسين يا حسين مولى 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 حسين 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 يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى يا جدي شفت بالطف محن من البواج دموعك عليه انصفن من شفت جاسم الشاب ابن الحسن خوفة من فيض الدم محنيها حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى أي نهار عاشر ما جرى مثل نهار شفت بيها تذبحت كل الأنصار والخيم يا جدي تتلهب بنار وانت ما تقدر تجي تطفيها حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى أذكرك بالمصرع تدير النظر عالخيم نوبة ونوبة على النهر تريد تنخش انك حزام الضغر عالشريعة تفوفه مقطعيها حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى جيتك أنا اليوم هذه طلبتي جاهك الباري عجل طلعتي راية العباس تصبح رايتي كون كل عادتك أفنيها حسين حسين يا حسين مولى 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 حسين 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 حسين
يا حسين يا حسين مولاه ركضة الطوير يجمن يمحيها ركضة الطوير يجمن يمحيها والإمام المهدي يحضر بيها حسين حسين يا حسين مولاه حسين حسين يا حسين مولاه أي ركضة الطوير اجتوجها الفخر للوفا والتضحية شبيها صور ما يماثلها عزب كل الدغر ينور حاضرها بشمس ماضيها حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا أي منها صرخة ويا حسينا ترتفع صرخة حتى العرش منها ينفجع مستحيل الركضة هذه تلمنع الله يخذل كل من يعاديها حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا أي الهرايا ارتفعت بعلو النجوم ما يهمنا اللي يعارضنا ويلوم يروي هذا الخبر عن بحر العلوم المهدي بيه دمعته يجريها حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا شافوا المهدي يهل دمعة العين وعلى راسه حيل يلطم بالإيدين مع الركضة يدخل الصحن الحسين وعلى جد صرخته يعليها حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا يذكر الصار وجرب طف كربلة والمصيبة قبالة تصبح ماثلة ذهنه يتصور فرار العائلة ويذكر شلون العدة توليها حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا أي بركضة الطوير يا جدي اجيت طفت شباكك بحسرات وبكيت مثل حنوك على العباس انحنيت حين طاح وهامته هشميها حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا اقعدت تعد راسك ارادت حسرتي سهم كبدك كان اهيسب كبدتي قمت اتصور زينب عمتي من عقب عيناك يا واليها حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا اي شلون من نوحي عليك اهجع وهي وانت يا جده محزوز الوريد ويمك وليدك علي الاكبر شهيد بالمواضع جثته مخزميها حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا اي اه يا سلوه الزهره الطاهره موقفك يا جدي كنا تصوره شفت طفلك حيل قطعه ومنحره نبلة كانت بالسم مخليها حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا اي للخيم جبت وتكفت دمعتك عمتي زينب بلوعه لقتك وين عبد الله بدمعها نشدتك ظنتك سالم ترجع ليها حسين حسين يا حسين مولا 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 حسين 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 يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا اه يا جدي شفت بالطف محن من البواك دموعك عليه انصفن من شفت جاسم الشاب ابن الحسن خوفه من فيض الدم محنيها حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا اي نهار عاشر ما جرى مثل نهار
شفت بيها تذبحت كل الأنصار والخيم يا جد تتلهب بنار وانت ما تقدر تجي تطفيها. حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا. أذكرك بالمصرع تدير النظر عالخيم نوبه ونوبه على النهر تريد تنخشنك حزام الضغر عالشريعة شفوفه مقطعيقه. حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا. جيتك أنا اليوم هذه طلبتي جاهك الباري عجل طلعتي راية العباس تصبح رايتي كون كل عادتك أفنيها. حسين حسين يا حسين مولا 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 حسين 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 حسين. والمهدي تقدم باسمكم نيته دفع البلاء كل خطوة وياكم مشوا كل فكرة يمكم حتى بصلاة الليل أظن يذكر اسمكم كل خطوة وياكم مشوا كل فكرة يمكم حتى بصلاة الليل أظن يذكر اسمكم. عين على ممشاك عين الله تراكم يا زوار والمهدي وياكم سعى ما يرد طلبكم لو سمع مولانا نسألك الدعاء. المهدي عين الله على أرضه وسمائه يا لك من صار مشغول بدعائه. المهدي عين الله على أرضه وسمائه يا لك من صار مشغول بدعائه. هذا الشرف جاكم عين الله ترعاكم عين الله ترعاكم عين الله ترعاكم عين الله ترعاكم يا زوار حسين وحسين. عيشوا بحلمكم بالمشي خلوا الحلم بين النظر يمكن يكون أقرب شخص هو الإمام المنتظر. لا تغفلون على الذي يمشي بمشيكم يمكن قبل لحظة سلم عليكم. لا تغفلون على الذي يمشي بمشيكم يمكن قبل لحظة سلم عليكم. امشوا علي وياكم عين الله ترعاكم ترعاكم يا زوار عين الله ترعاكم يا زوار. الحج نشوف المهدي بالحج اشترك وبموسم المشاي حتما يشترك دون أدنى شك. يا الزاير افتح عين قلبك هل تراقي يمكن تشوف وحدة من هاي المواكب. يا الزاير افتح عين قلبك هل تراقي يمكن تشوف وحدة من هاي المواكب وينادي حياكم عين الله ترعاكم مضى عليها العمر لن حجة الله ابن الحسن متكفل بهذا الأمور. يمسح على المشاية ويحبها بيمينه فأهل المواكب منتبه ومخلي عينه. يمسح على المشاية ويحبها بيمينه فأهل المواكب منتبه ومخلي عينه. بعيونه خلاكم عين الله ترعاكم عين الله ترعاكم يا
الخصص هو الإمام المنتظر. نور حاضرها بشمس ماضيها حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين يا حسين مولا أي منها صرخة ويا حسينا ترتفع صرخة حتى العرش منها ينفجع مستحيل الركضة هذه تلمنع
الله يخذل كل من يعاديها. حسين حسين يا حسين مولى، حسين حسين يا حسين مولى. اي الهراير ارتفعت بعلو النجوم، ما يهمنا اللي عارضنا ويلوم، يروي هذا الخبر عن بحر العلوم، المهدي بيه دمعته يجريها. حسين حسين يا حسين مولى، حسين حسين يا حسين مولى. شافوا المهدي يهل دمعة العين، وعلى راسه حيل يلطم بالإيدين، مع الركضة يدخل الصحن الحسين، وعلى جد صرخته يعليها. حسين حسين يا حسين مولى، حسين حسين يا حسين مولى. أيه يذكر الصار وجرب طف كربلة، والمصيبة قباله تصبح ماثلة، ذهنه يتصور فرار العائلة، ويذكر شلون العدا توليها. حسين حسين يا حسين مولى، حسين حسين يا حسين مولى. اي بركضة الطوير يا جدي اجيت، طفت شباكك بحسرات وبكيت، مثل حنوك على العباس انحنيت، حين طاح وهامتم هشميها. حسين حسين يا حسين مولى، حسين حسين يا حسين مولى. قعدت عد راسك ارادف حسرتي، سهم كبدك كان اهيسب كبدتي، قمت اتصور زينب عمتي، من عقب عيناك يا واليها. حسين حسين يا حسين مولى، حسين حسين يا حسين مولى. اي شلون من نوحي عليك اهجع وهيد، وانت يا جده محزوز الوريد، ويمك وليدك علي الاكبر شهيد، بالمواضع جثته مخزميها. حسين حسين يا حسين مولى، حسين حسين يا حسين مولى. اي اه يا سلوه الزهره الطاهره، موقفك يا جدي كنت صوره، شفت طفلك حين قطعة ومنحرة، نبلة كانت بالسم مخليها. حسين حسين يا حسين مولى، حسين حسين يا حسين مولى. اي للخيم جبت وتكفت دمعتك، عمتي زينب بلوعت لقتك، وين عبد الله بدمعها نشدتك، ظنتك سالم ترجع لي. حسين حسين يا حسين مولى، حسين حسين يا حسين مولى. حسين حسين يا حسين مولى، حسين حسين يا حسين مولى. حسين 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 يا حسين مولى، حسين حسين يا حسين مولى. اه يا جدي شفت بالطف محن، من البواك دموعك عليهن صفن، من شفت جاسم الشاب ابن الحسن، خوفه من فيض الدمى محنيها. حسين حسين يا حسين مولى، حسين حسين يا حسين مولى. اي نهار عاشر ما جرى مثل نهار، شفت بيها تذبحت كل الانصار، والخيم يا جدي تتلاهب بنار، وانت ما تقدر تجي تطفيها. حسين حسين يا حسين مولى، حسين حسين يا حسين مولى. اذكرك بالمصرع تدير النظر، عالخيم نوبه ونوبه على النهر، تريد تنخش انك حزام الضغر، تعشري عتفوفه مقطعيقه. حسين حسين يا حسين مولى، حسين حسين يا حسين مولى. جيتك انا اليوم هذه طلبتي، جاهك الباري عجل طلعتي، رايه العباس تصبح رايتي، كون كل عادتك افنيها. حسين حسين يا حسين مولى، حسين حسين يا حسين مولى، حسين حسين يا حسين مولى،
حسين حسين يا حسين مولا حسين 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 أطفال الوفا شيلوا رايتنا حتى الملايك تزدحم ويمثير عندنا خطوة رقية بالمشي طول خطواتنا لا نستراح من التعب قوموا ناداتنا لا نستراح من التعب قوموا ناداتنا يا عباس واحنا وفاية يا عباس يا مشاية الحسن أول النظرة ويقل لابن بهالعمر وانقطع نحرة ويقل لابن بهالعمر وانقطع نحرة والإحساس دمعة وحجاية يا عباس يا مشاية قولوا رقية وفاطمة ومريانة يا عباس خفة الراية يا عباس زينا مشاية يا عباس خفة الراية عباس زينا مشاية زينا مشاية استقبلنا حيدر بالنجف ما يضيعنا حتى ما وصلنا الكربلة ظل يتابعنا لما علي الأكبر اجا بيده ودعنا نقرأ شعارات المشي هو يسمعنا نقرأ شعارات المشي هو يسمعنا ولا باس نتعب هواية يا عباس يا عباس جينا مشاية ما نستراح ونسوى عندنا مشانا خلى الرقية فاطمة ويانا نمشي نستمع يا هلا بيكم يلي قصدتونا مشي الله يحميكم وعيون ابو فاضل تظل شابح عليكم جف الحماية بكم بقى جف يحييكم جف الحماية بكم بقى جف يحييكم يا هالناس انتو بحماية يا عباس يا لمشاية خلى الرقية فاطمة ويانا يا عباس خفة الراية
تظل ويا كافلها وتقول لك يحرسك علي يلي شايلها هالراية تجرح ناظري من أصدقلها هالراية تجرح ناظري من أصدقلها أحساس كسرة مراية يا عباس يا عباس يا عباس يا نمشاية طولك
كتبت الشعر في أروقة القصور طالب الهجور عندما تنفجر الدماء أو تثور تكتب السطور تقلع السجادة الحمراء من الجذور عندما تفور ثمن الحرية الحمراء دم النحور في مدى العصور أنت واي وخط ممانع يا حسين لم تكن لي الطواديت خاضع يا حسين أنت واي وخط ممانع يا حسين لم تكن لي الطواديت خاضع حياتنا حسين مماتنا حسين حياتنا حسين مماتنا حسين ينجر الصوت من الطف كما الرعيد والصدى يعيد وعلى قذارة النحر مع الوريد هتف الشهيد قائلا كلا وكلا لك يا يزيد لست كالعبيد ورمى الحديد يوم الطف بالحديد واعتلى النشيد قلت كلا وكلا حوت الموت من خارطة الوجود يشهد الخلود تارة تكون في الجنوب كالرعود تلهم الصمود تارة تكون كالطفل إذ تعود ترجم اليهود أنت في الروح والقلب حاضر يا حسين كل وقت كبث مباشر يا حسين أنت في الروح حياتنا حسين وماتنا حسين حياتنا حسين وماتنا حسين سقط الفن وأحرى بك أن تكون سيد الفنون وهوى المسرح أرضا والممثلون عنك عاجزون ما على بصرع إبداعك مبدعون في مدى القرون إن إبداعك لا تدركه العيون لا ولا الظنون أنت أخرجت في المال شهادة ثم أكملت فن القيادة أنت أخرجت في المال شهادة في هندسة الكفاح وخطى النجاح هكذا دمك إن ضج من الجراح كان كاللقاح وسلاما عسكريا لحنه النياح يمتط الرياح ونشيدا داعيا حي على الفلاح وعلى السلاح وتحياتنا عسكرية
ركضت طوير يجمن يمحيها ركضت طوير يجمن يمحيها والإمام المهدي يحضر بيها حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى أي ركضت طوير اجتوجها الفخر للوفا والتضحية شبيها صور ما يماثلها عزب كل الدغر ينور حاضرها بشمس ماضيها حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى أي منها صرخة ويا حسينا ترتفع صرخة حتى العرش منها ينفجع مستحيل الركضة هذه تلمنع الله يخذل كل من يعاديها حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى أي الهراء ارتفعت بعلو النجوم ما يهمنا اللي عارضنا ويلوم يروي هذا الخبر عن بحر العلوم المهدي بيه دمعته يجريها حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى شافوا المهدي يهل دمعة العين وعلى راسه حي الطم بالإيدين مع الركضة يدخل الصحن الحسين وعلى جد صرخته يعليها حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى يذكر الصار وجرب طف كربلة والمصيبة قبالة تصبح ماثلة ذهنا يتصور فرار العائلة ويذكر شلون العدة توليها حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى أي بركضة الطوير يا جدي اجيت طفت شباكك بحسرات وبجيت مثل حنوك على العباس انحنيت حين طاح وهامتم هشميها حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى قعدت تعد راسك أرادف حسرتي سهم كبدك كان أهيسب كبدتي قمت أتصور زينب عمتي من عقب عيناك يا واليها حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى أي شلون من نوحي عليك أهجع وهي وانت يا جده محزوز الوريد ويمك وليدك علي الاكبر شهيد بالمواضع جثته مخزميها حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى اي اه يا سلوه الزهره الطاهره موقفك يا جدي كنا تصوره شفت طفلك حين قطعة ومنحرة نبلة كانت بالسم مخليها حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى أي للخيم جبت وتكفت في دمعتك عمتي زينب بلوعة لقتك وين عبد الله بدمعها نشدتك ظنتك سالم ترجع ليها حسين حسين يا حسين مولى 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 حسين 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 يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى اه يا جدي شفت بالطف محن من البواج دموعك عليه انصفن من شفت جاسم الشاب ابن الحسن خوفه من فيض الدمم حنيها حسين حسين
حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى أي نهار عاشر ما جرى مثل نهار شفت بيها تذبحت كل الأنصار والخيم يا جدي تتلهب بنار وانت ما تقدر تجي تطفيها حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى أذكرك بالمصرع تدير النظر عالخيم نوبة ونوبة على النهر تريد تنخش انك حزام الضغر تعشري عتفوفه مقطعيك حسين حسين يا حسين مولى حسين حسين يا حسين مولى جيتك أنا اليوم هذه طلبتي جاهك الباري عجل طلعتي راية العباس تصبح رايتي كون كل عادتك أفنيها حسين حسين يا حسين مولى 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 حسين 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 أطفال الوفا شيلوا رايتنا حتى الملايك تزدحم ومسيرة عندنا خطوة رقية بالمشي طول خطواتنا لا نستراح من التعب قوموا ناداتنا لا نستراح من التعب قوموا ناداتنا يا عباس واحنا وفاية يا عباس فينا مشاية الحسن أول النظرة ويقل لابن بهالعمر وانقطع نحرة ويقل لابن بهالعمر وانقطع نحرة والإحساس دمعة وحجاية يا عباس يا مشاية نستراحوا نسرح بممشانا قولة ورقية وفاطمة وميانا يا عباس خفت الراية يا عباس زينا مشاية يا عباس خفت الراية يا عباس زينا مشاية زينا مشاية استقبلنا حيدر بالنجف ما يضيعنا حتى ما وصلنا الكربلة ظل يتابعنا لما علي الأكبر اجى بيده ودعنا نقرأ شعارات المشي هو يسمعنا نقرأ شعارات المشي هو يسمعنا ولا باس نتعب هواية يا عباس يا عباس جينا مشاية يا عباس خفت الراية
المشايخ يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس يا ابو فاضل يا عباس يا المشايخ كل خطوة نمشي نستمع يا هلا بيكم يلي قصدتونا مشي الله يحميكم وعيون ابو فاضل تظل شابحة عليكم شف الحماية بقى شف يحييكم شف الحماية بقى شف يحييكم يا هالناس انتو بحماية يا عباس يا لمشايخ ويا كافلها وتكل لك حرصك علي يلي شايلها هالراية تجرح ناظري من أصدّيلها هالراية تجرح ناظري من أصدّيلها إحساس كسرة مراية يا عباس يا عباس يا عباس يا لمشاية يا عباس وفت الراية يا عباس يا المشاية يا عباس يا المشاية يا عباس وفت الراية يا عباس يا المشاية يا عباس يا المشاية يا عباس وفت الراية والمهدي يتقدم باسمكم نيته دفع البلد كل خطوة وياكم مشوا كل فكرة يمكم حتى بصلاة الليل أظن يذكر اسمكم كل خطوة وياكم مشوا كل فكرة يمكم حتى بصلاة الليل أظن يذكر اسمكم عين على ممشاك عين الله تراكم والمهدي وياكم سعى ما يرد طلبكم لو سمع مولانا نسألك الدعاء المهدي عين الله على أرضه وسماءه يا لك من صار مشغول بدعاءه المهدي عين الله على أرضه وسماءه يا لك من صار مشغول بدعاءه هذا الشرف جاكم عين الله ترعاكم عين الله ترعاكم عين الله ترعاكم عين الله ترعاكم يا زوار حسين وحسين عيشوا بحلمكم بالمشي خلوا الحلم بين النظر يمكن يكون
أقرب شخص هو الإمام المنتظر. لا تغفلون على الذي يمشي بمشيكم، يمكن قبل لحظة سلم عليكم. لا تغفلون على الذي يمشي بمشيكم، يمكن قبل لحظة سلم عليكم. امشوا علي وياكم، عين الله ترعاكم ترعاكم يا زوار، عين الله ترعاكم يا زوار. نشوف المهدي بالحج اشترك، وبموسم المشاي حتما يشترك دون ادنى شك. يا الزاير افتح عين قلبك هل تراقي، يمكن تشوف وحدة من هاي المواكب. يا الزاير افتح عين قلبك هل تراقي، يمكن تشوف وحدة من هاي المواكب. وينادي حياكم، عين الله ترعاكم عليها العمر. لن حجة الله ابن الحسن متكفل بهذا الأمور. يمسح على المشاية ويحبها بيمينه، رحل المواكب منتبه ومخلي عينه. يمسح على المشاية ويحبها بيمينه، رحل المواكب منتبه ومخلي عينه. بعيونه خلاكم، عين الله ترعاكم يا زوار، ترعاكم يا زوار. يمكن يكون أقرب شخص هو الإمام المنتظر. يا ابو الفضل ام الفضل.
أتينا وأتينا حسين حسين. تركنا الخلق طرا وأتيناك وذبنا فيك حبا مذ رأيناك. تركنا الخلق طرا وأتيناك وذبنا فيك حبا مذ رأيناك. جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا. تركنا الخلق طرا وأتيناك وذبنا فيك حبا مذ رأيناك. جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا تركنا الخلق طرا وأتيناك. عرفناك الهدى والنور تحدو بالعباد مليكا تأسر القلب إلى درب الرشاد. حسين يوسف من أنت في عين الفؤاد. فلا غر وإذا أشرقت قطعنا الأيادي. فسر فينا بما تهواه رجلاك ولو للموت والله تبعنا. فزدنا منك ضيا ونبعا كوثريا. تركنا الخلق طرا وأتينا وذبنا فيك حبا مذ رأينا. جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا. تركنا الخلق طرا وأتينا. تجلى وجهك الباقي ضياء وكمالا. تجلى في بهاء وسمو وتعالى. رأيناه فصال الحب فينا ثم جالا. فخذنا سيدي ولتسقنا منك وصالا. ويرجو عبدك المسكين جاها عطاياك التي لا تضاهى. جنانا ورقيا ونبعا كوثريا. تركنا الخلق طرا وأتينا وذبنا فيك حبا مذ رأينا. جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا. تركنا الخلق طرا وأتينا. وضوء لصلاة العشق لفظ اسم الحسين. طهور يجعل الوجه بنور كاللجين. بلا مثل حسين وهو فخر الثقلين. كتاب يجمع الأكوان بين الدفتين. حبيب الفجر والفجر يصلي. عظيم الفضل والفضل يحييك. إماما نهضويا ونبعا كوثريا. تركنا الخلق طرا وأتينا وذبنا فيك حبا مذ رأينا. جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا. بك الفوز الكبير المستفيض المستديم. لك الحكم حسين ولك الأمر الحكيم. وأنت الحلم والإيثار والخلق العظيم. وأنت الحق حقا والصراط المستقيم. شفيع المذنبين المسرفين. وصرت النجمة النوراء فينا. منيرا وبهيا ونبعا كوثريا. تركنا
تركنا الخلق طرا واتينا وذبنا فيك حبا مذ رأينا جمالا يوسفيا ونبعا كوثريا تركنا الخلق طرا واتينا دماك النصر فوق السيف يا شمس البرايا وباسم النحر يتلو كون آيات ضحايا وأنهار